والحمد بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآن سنقارب بإذن الله تعالى ونحن في حالة اهتمام وتسليم للرحمن حين يأتينا كلامه ملآن بالحجج والأمثال والمواعظ. فمنها هذا النوع من الآيات الكريمة نسوق لكم الآيات هذه من سورة الكهف. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس يعني بين أنواع كثيرة من الأمثال مثلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس بقصد أعلام الناس وكما تقول يدفعهم إلى الاختيار بين هذا القرآن أو رفض هذا القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل يا توت لي بارابول تو تيب دو بارابول اونت ايتي اكسبليسيتي بار لو كورون. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وحقيقة الإنسانية هو أول وفي الرأس القائمة متاع المجادلين لكلام الله أو المجادلين لوجوب وجود الله أو 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 أو. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى ويستقبلوا ربهم إلا أن تأتيهم السنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني كذلك ممنوع عنهم الاستسلام لما جاء في القرآن والإيمان بما بحقائق القرآن و عاد يقول مولانا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستقبلوا ربهم. يعني يمن وبالتالي عرف القرآن يحمل الهدى c'est un le premier guide qui peut exister dans cet univers là. ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إيمانا واستغفار. ورينا في آية 70 من سورة الفرقان هالآية دي وما تحمله من مبشرات ولربه يغير سيئات الناس إلى حسنات. يعني شوف مكرم ربي حين الإنسان يتجه إليه بالتوبة والإصلاح هي العمل الصالح ورد الحقوق إلى أهلها. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم أشلون يمنحهم إما تأتيهم سنة الأولين يعني يقولوا عنده عارفين بما قال الأولين كانوا مثلهم هي نهاية كارثية وفيها عذاب ألوان وأشكال. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا أي العذاب يراه وجيهم كما جهنم يراهم مدخلينها رغم أنبهم تحب ولا تكره. أنت من أهل الجنة ماشي الجنة هي تأتيك تراها ولا أنت تدفع إليها سواء. نسأل الله سلامتنا في الدنيا والآخرة أي سلامة المؤمن من أولهم إلى آخرهم في الدنيا والآخرة. وهو رب للأولى وللأخرى وهو رب في السماوات العلى وفي الأراضي السفلية أو الأرض التي نعرفها. والسلام علينا أهل الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام على إخوانه بالتمام.